الحمد لله إلهك، والصلاة والسلام على من سمع رسول محمد العظيم رسول محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى من أنوار في الأخلاق، إياك الأخيار مثل عباد الجسد، سيدنا ومولانا محمد بن المختار، وعلى الأطهار وأصحابه الأخيار، على ذي نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا ورسوله لا نبي بعده، لا نبي بعده، لا نبي بعده. أي عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله جعلنا الله في هذا الشهر المبارك، شهر الشوال، يعني شهر الشوال، يعني شهر حق الفائز، حق الفائزين، يوم الفلاح، يوم الفلاح، يعني من قبل شهر رمضان، يعني نحن نحارب، يعني شهر الحرب، حرب، يعني نحارب مع الشهوات والنفس. وفي يوم الشوال، شهر الشوال، هذا الشهر شهر الفلاح، شهر الفلاح، يعني يوم الفلاح. فعايز لمن قاتل النشأ، لمن قاتل النفس والشهوة، لمن غالب الشهوة، لمن فاتح الشهوة، لمن فائز الشهوة. فأسأل الله يباركنا ويفتح لنا فتوح هذا الشهر والبركة في هذا الشهر المبارك، يعني شهر الشهوات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، واستغفروا إنه هو الغفور. واعلموا يا إخواني أن الله صلى على نبيه الكريم، قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ويا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع اخوانه من الانبياء المرسلين ولاهل بيته الطيبين الطاهرين ولكل اصحابه الاجمعين وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاموات. اللهم اكرمنا، اللهم اشرفنا برؤيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر، اللهم اغفر ذنوبنا من السر والعلانيه. اللهم شرفنا وكرمنا وفعلنا خيرا من ايه والعنف على دين الاسلام. فعباد الله، ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم من الذكر وذكر الله اكبر. Pemirsa, Habib Bahar bin Smith dinilai sebagai pemecah rekor dengan waktu khutbah Jumat tersingkat, yaitu hanya dengan 3 menit dari khutbah pertama hingga khutbah kedua sudah selesai. Ya, secara rukun khutbah Jumat memang terpenuhi dan sah-sah saja. Namun yang membuat khutbah Jumat Habib Bahar bin Smith tak lazim, selain dari waktu yang cukup singkat yaitu 3 menit, juga ia terdengar menyampaikan isi khutbahnya dengan bahasa Arab semua, tak ada sekata pun yang berbahasa Indonesia. Padahal, kita lihat para jemaahnya ada yang terlihat seperti masyarakat biasa saja, yang kemungkinan besar juga tidak mengerti dengan bahasa Arab. Lalu, bagaimana dengan pemirsa? Apakah pernah melihat atau mendengar khutbah Jumat yang sesingkat ini? Atau juga seperti admin dan kru INN Indonesia
yang baru pertama kali melihat dan mendengar khutbah Jumat yang sesingkat ini. Dan jika para netizen punya pendapat sendiri mengenai khutbah Habib Bahar yang super singkat ini, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Demikian berita dari INN Indonesia. Sampai jumpa di berita lainnya. Success for you all and see you on top.